مراتب القلقلة. القلقلة هي اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكناً حتى يسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة مجموعة في عبارة قطب جد. وللقلقلة ثلاث مراتب، هي قلقلة كبرى، وذلك في الحرف المشدد الموقوف عليه نحو الحق، قلقلة وسطى، وذلك في الحرف المتطرف غير المشدد حال الوقف عليه سواء أكان متحركاً وعرض له السكون نحو وعيد، أم كان ساكناً في الحالين نحو ولقد. قلقلة صغرى، وذلك في الحرف الساكن المتوسط نحو أفتطمعون. استمع إلى الآيات الكريمة التالية وأنتبه لمراتب القلقلة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.